برا 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 برا. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحللكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز وازو. يا ليبي يا ليبي ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خليني انا بقى اظبط. خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاه النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل. احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد بالشغلانه دي؟ وحنسمع وحنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسه امام على الراديو 90 90. طارق لطفي جاي تشتغل ايه النهارده؟ هشتغل رئيس جمهورية الأحلام، وزير الأحلام، صاحب مؤسسة الأحلام. بس الأحلام دي حاجة في الهوى، إزاي تقدر أنك أنت تمسكها؟ بالعكس، الأحلام هي اللي بتخلي الناس تعيش، الأحلام هي اللي بتخلي الناس عندها أمل، الأحلام هي اللي بتخلي الناس تشتغل. نفسي يبقى كل مصري عنده حلم فردي وحلم جماعي، حلم لشخصه وحلم لبلده، يبقى بيسعى للاتنين نفس سعيه لأحلامه الشخصية. إيه الفرق بين الطموح والأحلام؟ الطموح انك الخطوة اللي بعد انك تحلمي. انا رأيي ان انا بحلم الاول واطمح لتحقيق هذا الحلم، فالطموح بيسبق الاحلام، بتسبق الطموح. ازاي حضرتك النهاردة بما انك انت مسؤول عن مؤسسة للاحلام او وزارة الاحلام، ازاي هتقدر ان انت تجتذب الناس اللي عندها احلام تفعل تبقى حاجة عملية؟ ازاي؟ هحاول أنشر كل أحلامنا اللي احنا بنحلم بيها، هحاول ان احنا نشتغل عليها، هحاول أساعد الناس على تحقيق أحلامهم بإيجابية شديدة جدا، هحاول أشيل أي يأس أو إحباط أو خوف من بكرة، هحاول أفهمه أن حلمه الشخصي لا ينفصل أبدا عن الحلم الجماعي، عن حلمه لبلده. عايز أفهمه أن اجتهاده الشخصي هو اجتهاده لشخصه واجتهاده لبلده. حاول أعمل دعم شديد جدا لكل حلم عند كل طفل وشاب وكهل وست وبنت في مصر. إزاي هتدعم الأحلام دي لأنها تصبح حقيقة؟ وإيه الحاجات والأساليب والطرق اللي تقدر أن أنت تدعمهم بيها؟ الطاقة الإيجابية ده اللي بينقصنا تملي. إحنا تملي محبطين، وبقالنا فترة طويلة جدا محبطين. تملي بنقول مش هيحصل حاجة ومش هيحصل تغيير وهي كده وهنعمل إيه وأمر الله وحاجات كتير قوي بنقولها، اللي هو بس هي طاقة سلبية طول الوقت وإحباط طول الوقت. أنا حاول أفعل ده بالطاقة الإيجابية، إن لا بص البكرة، حاول تغير، حاول تبقى فعال، حاول تساعد، حتى لو حد مش عارف فهمه عرفه ساعده. كل الطاقة الإيجابية دي هحاول أوصلها، اللي هو بس نبتدي، تعالى نبتدي. هحاول هي دي محاولتي، أو هي دي هتبقى مسؤوليتي بجد عن الحكاية. هتجيب فلوس منين؟ الأحلام مش محتاجة فلوس، الأحلام أفكار. تحقيقها ممكن يبقى مش محتاج فلوس كتير قوي، لكن تحقيقها ممكن في الأول يبقى طاقة شديدة جدا، ساعتها هيتواجد فلوس ليها بشكل أو بآخر، لأنها ممكن تصبح حقيقة لو هي حلمنا بيها بشكل مؤكد. الناس اللي انت هتشتغل معاهم يبقوا تحت ايد طارق لطفي، هتختارهم ازاي وازاي هتتعامل معاهم؟ الناس اللي شخصيتهم إيجابية وما عندهمش أي طاقة سلبية، الناس اللي عندها أمل وعندها طموح وما عندهاش إحباط، الناس اللي مستعدة تساعد أي حد لمجرد أنه عايز يساعد ويشوف بلده ويشوف مستقبل الناس دي أحلى. أحلامنا كبيرة، أو أنا نفسي في أحلام كبيرة جدا نفسي حققها في مصر، وأحلام شخصية ليا. نفسي يبقى عندنا تبقى مصر من ضمن أول 3 نظم تعليم في العالم. نفسي يبقى عندنا صحة المصريين والتأمين الصحي، أو التأمين الصحي اللي موجود في مصر، أو الحفاظ على صحة المصريين يبقى واحد من أهم 3 مؤسسات أو نظم في العالم. نفسي يبقى مواردنا كلها راحة للدولة، وبالتالي تبقى هتعود على الأشخاص. نفسي في أحلام ضخمة جدا يلتف حواليها الناس، ده اللي أنا نفسي فيه. نفسي أصحى الصبح بكرة
الاقي الناس كلها نازله بجد تشتغل بروح غير عادي، مش بيبص في الساعه عشان يروح. يبقى الموظف بيساعد اي حد جاي يطلب منه طلب مش بيعقده له. حاجات كتير قوي نفسي فيها بجد. نحنا زي انا تربيت زمان كنا بنساعد بعض جدا، انا من حدائق القبه ومن طبقه متوسطه، كنا بنساعد بعض. اي حد محتاج مساعده كنا بنساعد بعض في اي حاجه في الدنيا. حد عنده فرح تلاقي كل ستات الشارع مع الناس اللي عندها فرح، كل رجالة الشارع مع حد عنده مشكلة. كان في أخلاقيات زمان غير عادية نفسي ترجع للشارع المصري، لأن احنا كنا بنتميز بأخلاقياتنا وأمننا كان جاي من أخلاقياتنا. نفسي في حاجات كتير، نفسي في مشاريع ضخمة جدا، نفسي نستثمر ونحلم في شبابنا، نفسي نستثمر ونحلم في كل حتة صغيرة في مصر. نفسي كل قادر في مصر، بمناسبة غلو أسعار البنزين، نفسي في كل قادر في مصر يتبرع بفرق سعر البنزين على الأسعار العالمية لوزارة البترول. وزارة البترول تعمل لنا حساب كده للقادرين، تروح يشوف هو استهلك قد إيه في الشهر، كل شهر يحط الفرق السعر العالمي علشان نقدر ما نغليش بعد كده البنزين على متوسط الدخل. نفسي نحس ببلدنا هذا الإحساس، بس لازم يبقى فيه مردود من الدولة للأشخاص، لازم يحسوا بأمان شديد جوه هذه الدولة، وأن الدولة تقف معاهم سواء في التعليم، سواء في الرعاية الصحية، سواء في أنه لو ما لقاش شغل يديله تأمين. حاجات كتير قوي دي الأحلام اللي أنا بحلم بيها، وتحقيقها سهل وبسيط جدا. هنعرف أنت جاي تشتغل إيه النهاردة مع همسة أمان على الراديو 90-90. أنت جاي تشتغل إيه النهاردة على الراديو 90-90 مع همسة أمان. لو قلنا مقومات طارق لطفي الشخصية عشان يقدر ان هو ينجح وينجح اللي تحت ايده في الناس اللي هي هيشتغلوا معاها، هيكون ايه المقومات دي؟ الشغل الجاهد جدا، والاحلام الكبيرة جدا، والطاقة الايجابية جدا. طيب ولو قلنا اسوأ حاجة ممكن تكون في شخصية طارق لطفي اللي تخليها تبقى يعني من العقبات اللي ممكن هو يواجهها في تحقيق أحلام؟ أنا بحب الحاجات تبقى مظبوطة قوي، فببقى مزعج جدا لما تبقى الحاجات نص نص، وببقى مزعج جدا لو حد ما شافش شغله بجد، وببقى مزعج جدا لو حد مهمل. دي الحاجات اللي ممكن أقول حضرتك عصبي شوية؟ لا مع الأغبياء أو اللي بيستغبوا، سوري مش مع الأغبياء، مع اللي بيستغبوا، مع الناس المهملة ببقى شديد العصبية. أو الناس اللي هي اللي هي بتعمل الشغل أي كلام بمعنى أصح. بالظبط كده، بتكروت. بالظبط كده. بس حضرتك اللي اخترتهم، يعني انت مسؤول عن اختيارك. مسؤول عن اختياري، وعلشان كده هبقى مسؤول وارفضه. يعني هتديله مثلا 3 شهور اللي هي الفترة الاختبارية. مظبوط كده، مظبوط. طيب حضرتك كان في سؤال كان نفسك اسأله لك وما سألته لكش؟ لا، نفسي بس كل مصري يحلم لمصر، نفسي يحس ان دي بيته وعرضه وأرضه، ونفسي كل شاب وكل فتاة تخدم في الجيش المصري، علشان احنا عندنا مؤسسة عظيمة اسمها الجيش المصري، مؤسسة حميانة من بلاوي وحمتنا من بلاوي ولسه هتحمينا من بلاوي، وقصدي كلمة بلاوي بمعناها الحرفي. بعد 5 سنين من الوظيفة دي حضرتك شايف نفسك فين فيها؟ واحد من اللي بيحلموا في مصر، ماليش علاقة بالوظيفة. مش قادر ان انت تشوف نفسك ان انت تبقى احسن واحد بتدير الاحلام الى حقيقة؟ لا هقعد احلم بقى واعلم اولادي الاحلام وكيفية تحقيقها. ما بتسعاش لشهرة يعني؟ لا خالص انا ولا المال؟ لا خالص، انا بسعى لتأمين اسرتي. الشهرة بالنسبة لي بجد عمل مزعج جدا. انا بحب اعيش بشكل طبيعي جدا، بسوق وبروح بروح أشتري حاجات البيت بنفسي، وبروح أصلح عربيتي بنفسي. أنا بالنسبة لي الشهرة مش بلس، بالعكس أنا بحس إنها ماينس وتقييد. لا، أنا بحب أبقى حر، فالحرية الشهرة بتأيدها. رمضان كريم، وبشكر حضرتك جدا على اللقاء ده. أنا عارفة طبعا أن حضرتك بتصارع الوقت عشان تخلص التصوير، وأنت أمتعتنا وأمتعتني أنا شخصيا بالإنترفيو ده، وسعيدة جدا بلقائي معاك. ورمضان كريم. رمضان كريم علينا كلنا وعلى مصر وعلى الأمة العربية اللي بدأت تتفهم أهمية أن احنا نبقى كلنا مع بعض،
وكلنا بنساند بعض. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا في أسعد حال. مرسي لحضرتك يا استاذ طارق. ليكي فهم، مرسي جدا. مرة هنسمع ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحللكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطري، انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانة دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتي زوازو. يليبي يليبي يليبي، انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذة. خليني انا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسة. صلاة النبي يا احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفاية عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانة تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري؟ هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد بالشغلانة دي؟ وحنسمع وحنعرف مين جاي يشتغل ايه النهاردة مع همسة امام على الراديو 90 90.